عايزه اقول حاجه. انا اكتشفت ان السنين اللي قضيتها هنا في المصلحه هي الحياه الحقيقيه اللي انا عشتها. انا كنت كل يوم بصحى اصلي الفجر واجي على المصلحه، وساعات بنقعد لخمسه سته بعد الظهر. كنا ساعتها بنتنرفز ونتخنق من ارهاق الشغل، ما كناش نعرف ان احنا بنعيش اجمل ايام حياتنا. ارجوكم لما تبقوا جايين الشغل زهقانين ومش طايقين حد، تبقوا افتكروا كلامي ده.